نفذت قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي عملية تفتيش وتأمين لمناطق عدة ضمن قاطع سيد غريب جنوبي محافظة صلاح الدين، وانطلقت العملية بناء على معلومات استخبارية لملاحقة فلول الإرهاب في المناطق ذات التضاريس الصعبة التي تعرف بوعورتها وكثافة أشجارها ضمن قاطع المسؤولية. وأضاف أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا الإرهاب التي تحاول بين فترة وأخرى إيجاد ملاذ آمن له لاستهداف أمن المواطنين واستقرار المحافظة.